بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا إن شاء الله بإذن الله تحت العنوان Accessibility. Accessibility بمنتهى البساطة هي بشوية حاجات بنضيفها للويب بيج علشان تسهل على الناس إنها توصل للصفحة ديت. المعنى ده مرتبط معايا بأمور مختلفة، ومنها الناس اللي ما بتعرفش مثلا تتعامل مع الشاشة، أو نظرها ضعيف، أو فقد البصر، أو خلافه. عندي كلاس اسمه شو فور اس ار، سبب ان انا اتكلمت عنه لما حطيته في الابلودنج فايل. قلت انا ما كانش ينفع، او طيب ايه الفرق ما بينه وما بين ديسبلاي نان؟ انا لو قلت ديسبلاي نان هيشيله خالص من الورك فلو، كانه مش موجود، لكن انا عايزه يفضل موجود. فبالتالي شو فور سكرين ريدرز يا جماعه، ده معناه ان هو مش هيكون ظاهر غير للسكرين ريدرز. السكرين ريدرز يا جماعه الاجهزه اللي بتقرا في الشاشه ديت، الاجهزه ديت الناس اللي كانت معانا في كورس المالتي ميديا ربما تكون اخذت بالها من سوفت وير اخذناه بيحاول يقرا الكلام. انت لما تضغط كليك يمين بيروح يجيب لك القائمه مش عارف فيها ايه وايه وايه وايه، لما تيجي توقف بالماوس على ريفرش راح يقرا لك ريفرش. بما انك مش شايف الشاشه فانت بتحاول تسمع بدايه بتتحرك، ويقول لك والله انت فين مثلا من الابعاد تحت الشاشه، انت ضغطت كليك يمين، انت واقف على كذا. دول اسمها السكرين ريدرز ديفايسز يا جماعه. دولت شويه العناصر اللي هي الاكسسبيلتي. النص ده يا جماعه اهو مكتوب زي تكست كان نوت بي سين بابي باي سكرين ريدرز، او بص فوق المكتوب النص الثاني اللي من تحت بيقول هو في نص فوق بس مش ظاهر، هو مش هيكون ظاهر لاني انا الديفايس بتاعي مش عليه سكرين ريدرز، انا مش مسطب برنامج حتى يعمل لي الكلام ده، او شاشتي ما بتقراش كتابه، ما فيهاش الابيليتي ديت اساسا. فاهمني يا جماعه؟ ديت الجانب الاولاني كان خاص بالشو فور سكرين ريدرز، تمام؟ ديت نقطه. نقطه ثانيه، لو انا كنت عايز اعكس القصه، الكلام ديت هيتسين من الشاشات بس مش هيتجري من السكرين ريدرز، ده الاوبوزيت تمام بتاع القصه دي. فالطريقه بتاعت باستخدامها اريا هيدن بيساوي ترو، هتحط الفيتشر الوافي ده ديت يا جماعه اريا سلاش هيدن بتساوي ترو. ده عنصرين يعني من باب التقصير قلنا نتكلم عنهم في الاكسسبيلتي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.